طيب الشخص المتنمر ايه بتكون حياته؟ يعني ايه الاسباب اللي بتخليه يصبح شخص متنمر؟ هل البيئة ولا وراثة ولا؟ طبعا هي اول حاجة خلينا برضو نقول جزئية مهمة. الشخص اللي بيتنمر دايما هتلاقي في نشأته في حاجة، دايما النشأة. يعني من اكتر الحالات اللي بنواجهها في الموضوع دوت الاطفال او الشباب اللي هو في سن 16 17 18 اللي هو سن الايه، سن المراهقه. اما بنيجي نرجع للكيس من اولها او للحاله من اولها بنلاقي دايما ان كان في البيت في جزء من ده، في تنمر. مثلا الاهالي بتغلط غلطه ان انا عيب على تصرف الطفل عمله قدام الايه، قدام الناس، فانا هنا بكسر وبضعف نفسيته، فهو عشان يشعر بالانتصار بيعمل ايه، بيعكس الايه، يعكسها يعني ايه، نفس اللي حصل معاه يروح هو كمان ايه يكرره، فواحدة واحدة يبتدي يشعر ان ده طبيعي. فدايما هتلاقي في حاجة في البيت، يعني دايما هتلاقي النشأة بتاعته فيها دايما، فيها دايما حاجة. الى جانب في برضو النفوس الضعيفة اللي هو عارف من جواه ان هو مش واثق من نفسه خالص، هو ضعيف جدا من جواه، هو مش بيقدر يواجه نفسه، فبالتالي بيتفرغ الطاقة ديت عشان يشعر ان هو اقوى من الشخص اللي قدامه، فيبتدي يتريق عليه او يتنمر او يتنمر عليه. لكن لو خدتي الخط ده كله ورجعتي دايما هتلاقي في حاجة في النشأة، التربية. في التربية طبعا هتلاقي كده. بس قلت حضرتك دلوقتي لو في تربية لابد من الأبناء، يعني شاف مثلا ان هو بتم تربيته او الكلام معاه قدام اخواته مثلا ده غلط برضو؟ لا، في، ما احنا هنا بنقول بقى جزئية. هو برضو قدام الاخوات هو لازم غلط. يبقى ليه خصوصية طبعا برضو. أوكي. يعني هو في الاخر خالص الاحترام المتبادل ده في التربية ده شيء مهم. ان انا اربي ابني، دايما بنقول ايه في التربية، هتقول لابنك الصح والغلط لازم يبقى بينك وبينه. ليه؟ لان هو طفل، هو مش فاهم. انت ما تيجي تقول قدام الناس او قدام اخواته حتى، انا بتكلم جوه البيت ده برضو جوه البيت، بقدر الامكان لازم يبقى فيه علاقه بين الاب والام والطفل، العلاقه تبقى علاقه مقربه. ان انا لو هو عمل حاجه غلط مش لازم افضحه زي ما بيقولوا قدام اخواته قدام البيت ده كله. غلط. طبعا غلط. لان برضو ما هو اخواته صغيرين هيدوا رد فعل مش ايجابي في حاجه زي كده، ما احنا هم كلهم اطفال في الاخر، فانا في الاخر بتعامل مع اطفال، فهم هيدوا رد فعل مش ايجابي. نفس الحاله لو هما بره البيت، بس جوه البيت هتبقى اكثر خصوصيه. اي نعم شويه تاثيرها اقل شويه، لكن برضو حضرتك بتقولي كلام صح جدا، جوه البيت برضو لازم يبقى في جزء من الاحترام. طيب وعدم الثقه بالنفس دي بتيجي منين؟ عشان انا شايفاها هي سلسله برضو قاعده، كل سلسله بتجيب السلسله اللي بعديها. عدم الثقه بتخليه متنمر، شخص متنمر. بالظبط، عدم الثقه وضعف الشخصيه الاثنين دول هما مش اتنين زي بعض. لا، عدم انعدام الثقه دي حاجه، ان هو ما يقدرش ياخد قرار، ما يقدرش ان هو يفكر، ما يقدرش ان هو يفكر لوحده. ضعف الشخصيه بقى، الشخصيه على بعضها فيها كسور، كل الشخصيه بالسلوك كمان. هنا بقى بيخش السلوك كمان معانا. السلوك كمان هتلاقي سلوكه نفسه غلط، بيعمل حاجات كتير غلط، سلوكه نفسه مش متزن. فالشخصيه هنا بتبقى شخصيه نفسيا غير متزنه. فدوت هو دوت او دي العوامل الاساسيه اللي تصنع الشخص المتنمر.